مساء الخير جميعا، واهلا بكم في برنامج اخر النهار على شاشة قناة النهار. الحقيقة النهاردة احنا بنخصص مساحة للنقاش حول جريمة بشعة اثارت الرأي العام في المجتمع المصري في الايام الاخيرة، ضحيتها طالب بكلية الهندسة كان كل حلمه ان يكون معاه جهاز لابتوب بسعر كويس. لقى اللي بيحلم بيه على موقع التسويق الالكتروني اوليكس، واتصل بصاحب الجهاز وراح عشان يشتري جهاز اللابتوب. فوجئ بثلاث اشخاص مسلحين قتلوه واستولوا على كل الفلوس اللي معاه ومشيوا. النهاردة هنحاول نقترب من هذه الجريمة، هنعرف تفاصيل أكتر عن وقوعها من أسرة الضحية طالب الهندسة اللي هيكونوا ضيوفي النهاردة، وهنحاول نفهم برضو الأبعاد والكواليس بتاعت مسألة إنك تروح تقابل شخصيات غير معروفة لديك علشان تعمل معاهم نوع من البيزنس، أو إنك تبيع أو تشتري شيء تكون شفته في مواقع التسويق الإلكتروني. هذا الشاب اللي في مقتبل حياته، اللي كان بيحلم ان هو يعني على بعد يعني خطوات قليلة جدا ويفرح اهله ويتخرج من كلية الهندسة ويمارس حياته العملية ويبدأ مشوار طويل من الكفاح. الحقيقة كشاب مجتهد جدا ومكافح جدا ومشهود له بالشطارة في 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 دراسته، يعني كل غلطته ان هو وثق في ناس يعني مجرمين كانوا بيعملوا له فخ علشان يستولوا على الفلوس. المبلغ كان 25,000 جنيه، الله اعلم هو لمهم ازاي، لان هو من اسرة الحقيقة يعني أسرة متوسطة ومحترمة، ولكن يعني ما لك أن تتخيل طالب الجامعة لما يعني يوفر مبلغ زي ده بيكون مر بظروف شكلها إيه. والدته على حسب معلوماتنا باعت الذهب بتاعها علشان تديله فلوس علشان يكون المبلغ، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لو كان هو مثلا اشتغل شغلانة ولا يعني كان في الصيف بيعمل اي شيء شال قرشين على جنب، بس لا يمكن يقدر يوفر المبلغ ده كله من موارده الخاصة لانه لسه طالب في الجامعة ولا بيه ولا عليه زي ما بيقولوا. هو دلوقتي عند الخالق سبحانه وتعالى، لانه القدر لم يمهله انه يعني ياخد اللابتوب ويروح بيتهم، لانه القدر كان مخبيله مفاجأة بشعة، وانه يقابل اشخاص بشعين مجرمين بكل ما تحمله المعنى او الكلمة من معنى. وزي ما انتم عارفين يمكن قريتوا عن هذا الموضوع، ان اجهزة الشرطة الحقيقة القت القبض على شابين مشتبه في قيامهم بقتل هذا الطالب، بعد ما يعني حاولوا يسرقوا امواله وجهاز الموبايل الخاص بيه وما الى ذلك. تفاصيل كتيرة جدا جدا هنفرد ليها النهاردة مساحة من النقاش في برنامج آخر النهار. عندنا مقطع فيديو خاص بينا من حفل عيد ميلاد الطالب الضحية، وإن شاء الله هنقابل أسرته اللي هم يعني الواحد يقولي يعني متعاطف جدا جدا معاهم في هذا التوقيت، لأنه أيام قلائل فقط مرت على فقدانهم لابنهم العزيز الغالي اللي راح ضحية الطمع والجشع والإجرام في جريمة غدر من الدرجة الأولى، بعد ما يعني تعرض ل يعني شابين من الأشرار استولوا على فلوسه ومش يسيبوه في حاله. لا، ده كان لازم ان هم يجهزوا عليه ويقضوا على أمله وعلى طموحاته وعلى طموحات أهله وفرحة أهله بيه علشان يخفوا معالم جريمتهم البشعة. على كل حال هم اكيد دلوقتي في يد جهات التحقيق والقضاء والنيابة، نشوف هم محبوسين دلوقتي هيلاقوا مصيرهم بكل تأكيد، ولكن تظل الفاجعة موجودة، وهو فقدان زي ما قلت الابن العزيز الغالي اللي كانت الأسرة منتظرة انه يتخرج من كلية الهندسة عشان تفرح بيه وتفخر بيه في وسط المجتمع وتقول انا ربيت هذا الشاب
انا فخور بابني لانه ابني حاصل على بكالوريوس هندسة وعضو في المجتمع، يعني نافع لمجتمعه وصالح لهذا المجتمع، ويمضي في حياته زي اي انسان محترم. الجريمة دي بتحدث بس مش في مصر بس، في العالم كله. وللأسف الشديد لا نعيش في مدينة فاضلة لا نقابل فيها أي نوع من أنواع الشر، ولسنا محاطين، وقلت كده 500 مرة، لسنا محاطين بمجموعة من الملائكة، وهي دي الحياة بكل أسف. على كل حال النهاردة هو ده هيكون موضوعنا الرئيسي في حلقة آخر النهار، وهنستضيفهم بعد قليل. تعالوا بقى نبدأ نشوف إيه اللي بيحصل. هنروح محافظة الشرقية لأنه في مشكلة كبيرة واقع فيها أكتر من 300 طالب وطالبة في تجارة الزقازيق، انتظام وانتساب. المعلومات اللي عندي بتقول ان ربما اللي تسبب في هذه المشكلة خطأ في سيستم التصحيح ادى بكل اسف لرسوبهم بالكامل. في طالبة ممكن تطلعنا على المسألة، يعني كيف حدثت وكل حاجة، بس طلبت حرصا على مبدأ الخصوصية ما تقولش اسمها، وما فيش اي مشكلة. انت على الهوا، تحبي تقولي لنا ايه عن المشكله دي؟ مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ معتز، اهلا بحضرتك وشكرا على المشاركه في البرنامج. من فضلك تقولي لي الخطا ده من السبب فيه؟ تمام. حضرتك يا استاذ معتز، اللي حصل ان نتيجه انتظام الفرقه الرابعه ظهرت يوم الثلاث اللي فات، لا اللي قبله. ايوه حضرتك، النتيجة ظهرت، الناس كلها كانت ناجحة ومطمنة وما فيش أي مشكلة، كان عندهم بس بعض مواد كانوا جايبين فيها درجة 9 و8 و7 بدرجة ضعيف. درجة ضعيف عندنا في الكلية بتترفع الترم الثاني لمقبول. مقبول. تمام. تمام. فحضرتك اللي حصل ان هم فاجئوا بعدها بثلاث ساعات بالظبط او بساعتين بيعملوا ريفرش للنتيجة، حصل ان الناس كلها نزلت، سقطت في المواد كلها اللي كانت جايبه ضعيف، بقت راسب لائحه. اللي كان جايب ضعيف بعد ما عملته ريفرش للنتيجه تحولت النتيجه بقت راسب لائحه. لائحه بمعنى ايه راسب لائحه؟ معلش، راسب لائحه بمعنى ان هو شال الماده. شال الماده كده خلاص. القانون دون اول سنه يطبق علينا السنه دي، ما كانش في حاجه عندنا اسمها راسب لائحه، كانت حاجه اسمها ضاد جيم، ضعيف جدا. ايه الفرق؟ ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ايه يا فندم؟ ايه الفرق ما بين الاثنين؟ والله حضرتك الفرق ان رئيس الجامعه بيقول ان راتب لائحه ده قانون لسه نازل، المفروض ان ما فيش فيه اي نقاش. يعني ما حدش يتناقش معانا فيه، انتوا كده راتب لائحه يعني انتوا شايلين الماده، يعني هتعيدوا سنه كامله عليها. طيب تمام؟ يعني راسب لائحه خلاص، ده بقى امر واقع فرضته الجامعه عليكم. رد فعلكم ايه على اداره الجامعه؟ رد فعلنا يوم الاربعاء، الفرقه رابعه انتظام نزلت وقفت قدام مبنى رئاسه الجامعه وطلبوا بحقوقهم ان راسب لائحه دي تتعدل والناس ترجع ضعيف زي ما كانت، لان السيستم لخبط في الموضوع. معتز حضرتك، الناس نزلت وقفت، رئيس الجامعه قال لهم ان هو هيشوف، هيناقش المشكله دي مع الدكاتره ومع العميد بتاع كليه التجاره اللي هو الدكتور الاستاذ محمد غمري الشواكري. ما ناقشوش الموضوع يا فندم. نتيجة الفرقة الرابعة انتساب ظهرت يوم الخميس، بس مش بالمشكلة دي. المشكلة بقى ظهرت حضرتك ان الناس طلعت راسب لائحة على طول، ما طلعتش ضعيف. بدرجات معينة، يعني انا كواحدة نتيجتي ظهرت، انا نتيجتي ظهرت 2 وكسر، وبعد كده عملت ريفريش للصفحة طلعت 1 وكسر، عملت ريفريش تاني طلعت 1 وكسر تاني. طيب انت بتتكلمي على طلبه انتساب مش كده؟ طلبه انتظام وانتساب الاثنين. خليني برضو عشان بس نوسع دايره النقاش، في طالب انتظام وهو خالد درويش، ممكن برضو يحكي لي ايه اللي حصل معاهم؟ فبعد اذنك خليكي معايا لو سمحتي على الخط. خالد انا برحب بيك، مساء الخير، قول لي موقفكم ايه برضو زي برضو البنوته زميلتك ما بتحكي كده. بس والنبي ارفع لي صوتك شويه علشان اسمعك. تمام كويس كده؟ كويس اتفضل. تمام، احنا يوم النتيجه يوم ما ظهرت عندنا كان النتيجه كده زي ما حضرتك قالت كانت 8 و7 كمان. مش قادر، لا في مشكله في الخط، مش عارف اسمع كويس.
طيب خالد، يمكن ارجع لك اول ما الخط يبقى يتحسن شويه، بس انا دلوقتي معايا المستشار الاعلامي للجامعه الدكتور محمد عوض على الهواء ايضا، وطبعا يعني بشكرك يا دكتور لمواجهه الاعلام، تعال نقول، وتفضل حضرتك احكي لنا موقفكم ايه كاداره جامعه من هذه المشكله اللي تعرض ليها الطلبه في تجاره الزقازيق. اولا مساء الخير يا استاذ معتز عليك وعلى الساده المشاهدين. مساء النور. وبدايه يعني انا بحب اوضح ان مشكله طلبه الفرقه الرابعه كليه التجاره جامعه الزقازيق، الاول انا بدي معلومات سريعه ان عدد الطلاب الانتظام حوالي 2500 طالب والانتساب حوالي 1430 طالب. ايوه. وان نسبه النجاح تتجاوز 96%. ان ماده تحليل القوائم اللي هي اقل نسبه نجاح في مواد الفرقه الرابعه انتظام 91.7%. ايوه. متوسط النجاح في الانتظام 95.5% وفي الانتساب 95.9%. كويس. مساله راسب لائحه او راسب، وان بعض المواد ظهرت 9 درجات و8 درجات و7 درجات على السيستم، الحقيقه ان لائحه كليه التجاره الجديده بتقول ان الطالب اللي يحصل على اقل من 30%، يعني اقل من 4.8 من 16، لا يستفيد بدرجات اعمال السنه، على اعتبار ان مستوى هذا الطالب ضعيف جدا، ويعني يفضل ان يدرس هذه الماده مره اخرى. وبالتالي برضو احنا عندنا في تطبيق السيستم، احنا انتقلنا الى السيستم الرئيسي بتاع المجلس الاعلى للجامعات بدلا من سيستم الجامعه القديم. لما ظهرت النتيجه يوم 27/2، بعض الطلبه كان مكتوب قباله ضاد، وهي المفروض يبقى راسب لائحه، لانه لو جاب اقل من 4.8 اقل من 30% لا يستفيد بدرجات اعمال السنه وفقا للائحه. وبالتالي لما اتكتب قباله ضاد، فهو ظن ان هو كده ناجح وهيستفيد بدرجات الرأفه اللي لا تطبق الا في الترم الثاني. لكن اللائحه بتنص على ان الطالب الذي لا يحصل على 30% يعتبر راسب لائحه ولا يستفيد بدرجات اعمال السنه. وتبقى نسبه النتيجه يعني تكاد تكون 96 او 96.5% الان، لان تم اعمال لجان الممتحنين اللجان العامه في بعض المواد اللي نسبها كانت متدنيه، ووصلت نسبه النجاح في بعض المواد من 46%، ماده زي المحاسبه الضريبيه كانت 46.8%. تم اعمال لجان الممتحنين وتم اضافه درجتين لجميع الطلاب. لجنه الممتحنين بتتكون من عميد الكليه ووكيل الكليه للشؤون المختصه ورئيس الكنترول، فوصلت النتيجه من 46.8 الى 97% حرصا على مصلحه هؤلاء الطلاب لانهم في الفرقه الرابعه وعلى وش التخرج الان. طيب كلام كويس جدا، وحضرتك راجل ملتزم باللوائح والقوانين اللي ما حدش يقدر يتناقش فيها خالص، انما لما الرقم اللي عندي يا دكتور عوض حضرتك صححولي لو انا مخطئ فيه، بيقول ان هم تقريبا 300 طالب وطالبه، فايا كان يعني هم الدفعه 2000 الدفعه 1400، انما 300 طالب وطالبه بالنسبه لي انا يعني عدد كبير من الطلبه، حتى لو طالب واحد وممكن نقف جنبه او ننظر له بعين الرأفه، فهو يعني جدير بهذا التعامل. هل تقدروا معتز يعني دول ابنائنا طبعا واحنا حريصين على مصلحتهم، هل تقدروا تساعدوهم باي شيء؟ ما هو حضرتك الدليل على ان احنا حريصين على مصلحه ابنائنا الطلاب انه حصل حاجتين، اولا هذه النتيجه غير نهائيه لان النتيجه النهائيه تكون بعد الفصل الدراسي الثاني. الحاجه الثانيه اعمال لجان الممتحنين في المواد اللي كانت متدنيه كان الهدف منه مصلحة الطلبة في المقام الأول، تم إضافة درجتين في بعض المواد وثلاث درجات في مواد أخرى. الحاجة الثالثة أن التصحيح هذا العام لأول مرة في جامعة الزقازيق، ويمكن التجربة هتعمم على باقي الجامعات، أن التصحيح كان إلكتروني. يعني انتفاء تدخل العنصر البشري تماما في النتيجة، وبالتالي كل هذه تسهيلات من اجل ابنائنا الطلاب. لكن يعني انا لما طالب يكون جايب سيادتك اقل من دكتور محمد، التصحيح الالكتروني يعني معناها ان الكمبيوتر هو اللي بيصحح الورقه؟ بالظبط حضرتك، مفيش اي تدخل بشري في تصحيح الورق. وبالتالي الكمبيوتر ما يعرفش يفرق ما بين، ما يجاملش الكمبيوتر، لا يجامل، لا يجامل اطلاقا. يعني الحاجه الثانيه حضرتك، انا لما طالب يجيب اقل من 30% يبقى ظلم ان انا اخرج للمجتمع خريج بمستوى اقل من 30% في المقرر الامتحان.
لان في الاخر برضو انا بنافس في سوق العمل، فانا عايز اخرج خريج متميز. فلما يبقى الطالب جايب 2 من 16 وعايزنا ننجحه، يعني اظن ده يعني لا يليق. يعني لا، ده كلام حضرتك منطقي جدا. هو الشيء الوحيد اللي بالنسبة لي انا وربما حضرتك توافقني فيه هو مسألة عدم دراية الطالب او ولي امر الطالب بان في سيستم جديد. انت النهاردة بتقولي انه في حضرتك لسه قايل دلوقتي انه السيستم تحول لعبارة راسب لائحة، وراسب لائحة دي هم كلهم كانوا فاكرين ان هم عدوا في المادة، فعنصر المفاجأة، عنصر وقع الصدمة عليهم هو ده متهيألي اللي عامل المشكلة، لانه كان فاكر انه معدي، طلع ان هو لا ده ما عداش وهيشيلها معاه ولسه لازم يستنى الترم التاني. لا ليه يعني ما قلت لهمش؟ حضرتك يا استاذ معتز، حضرتك ليه ما قلت لهمش؟ حضرتك احنا من بداية العام الدراسي بننبه على الطلاب ان الامتحان هيتم تصحيحه الكترونيا، ان حتى في النظام القديم الطالب اللي كان بيجيب 6 درجات من 20 يعني 30% يعني ضغط جيم كان لا يستفيد بدرجات الرأفة، لان هذا الطالب اذا منح رأفة يعني الطالب يسيب الورقة ورقة الاجابة بيضة او يعني حل متواضع جدا وينجح، وطالب تاني مجتهد يتساوى معاه، فحتى في اللائحة القديمة الطالب اللي كان بيجيب ضغط جيم كان لا يستفيد بدرجات الرأفة. في بموجب اللائحة الجديدة بقى في اعمال سنة وفي درجات رأفة بتطبق في الفصل الدراسي الثاني، درجات الرأفة تطبق بعد الفصل الدراسي الثاني، وايضا لمصلحة الطالب، لان انا لو عندي طالب جايب في 4 مواد مثلا 4 9 9 من 20 فانا بديله درجة في كل مادة ونجحه في ال4 مواد وينتقل الى الفرقة الاعلى بدون اي مواد تخلفات. تمام. فانا بأرجئ تطبيق نظام الرأفة للفصل الدراسي الثاني عشان تحقيق اكبر استفادة ممكنة للطالب، لان لو عنده 7 في الترم الاول ومنحته فيها وجاله 3 مواد 9 في الترم الثاني يعني ممكن افيده في ال3 مواد وينتقل بتخلف مادة واحدة، فكان الهدف كله مصلحة الطالب في اللائحة القديمة وفي اللائحة الجديدة. يعني حضرتك تقدر لإدارة الجامعة او يعني عايز اقول كجهة يعني مسؤولة عن هؤلاء الطلبة، تقدر تطمنهم ان هم لو قابلوا بلاء حسنا في الترم الثاني وعوضوا هينجحوا ان شاء الله في هذه المادة؟ يعني بالتأكيد هو ده حق للطالب ان انا في الفصل الدراسي، انما مش هتتراجع عن قرارك مع ال 300 طالب وطالبة دول فيما يتعلق بنتائجهم الحالية. هو حضرتك هو مش تراجع، لكن هو الطلبة دول بعضهم لم يتأكد رسوبه، لانه هو حتى لو بقى عنده مقررين يمكن ان يؤدي الامتحان فيهم في دور سبتمبر، وبالتالي هو لم يتأكد رسوب هؤلاء الطلاب ولسه في تطبيق قواعد الرأفة في فصل الدراسي الثاني. فلسه يعني الفرصة متاحة امامهم يعني. يعني الفرصة ما زالت موجودة، يعني ده كلام غير نهائي. شكرا دكتور محمد عوض المستشار الاعلامي لجامعة الزقازيق، وبشكر طبعا خالد درويش، وبشكر الطالبة اللي دخلت معايا من غير ما نقول اسمها حرصا على مبدأ الخصوصية. الموضوع وما فيه هو في تقديري المتواضع يعني انه الطلبة كانت فاكرة حاجة وطلعت ان اللوائح يعني زي ما بيقولوا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. هيبقى عليهم الانتظار للترم الثاني، وهو الراجل كمستشار إعلامي ومتحدث باسم الجامعة يعني كان واضح جدا جدا وصريح، ومفيش عندهم إمكانية في الوقت الحالي ان هم يغيروا من موقفهم، وبالتالي انا مش شايف ان في حلول كتير لرسوب هؤلاء الطلبة. دايما إدارة الجامعة بتبرر الخطوات اللي من هذا القبيل انه يقولك ما اقدرش اخرج للمجتمع طالب ضعيف، يعني طالب يعني ما مش مؤهل، لانه في الاخر هيبقى في المجتمع وفي سوق العمل وهيبقى درجاته ضعيفة في حاجة المفروض ان هو يبقى فاهم فيها كويس قوي، هو في الواقع الاداء بتاعه بيقول ان هو مش فاهم فيها، ما اقدرش اقول له اي حاجة. وبتمنى لهم كل توفيق من كل قلبي طلبة تجارة الزقازيق سواء انتظام او انتساب. شكرا للجميع. النهاردة الحقيقة اروح بقى الموضوع تاني، مصر فقدت واحد من افضل رموزها العسكرية وهو الفريق صفي الدين ابو شناف رئيس اركان حرب القوات المسلحة الاسبق، واللي توفي عن 87 سنة. الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة تقدم
صفوف الجنازة العسكرية للفريق صفي الدين أبو شناف التي أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير بالتجمع الخامس. وفي تفاصيل أكتر مع الزميل هاني بدر الدين المحرر العسكري بالأهرام العربي. أستاذ هاني، يا ترى يعني ممكن تحكي لنا إيه عن 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 الفقيد الأول؟ طبعا الأول مساء الخير على حضرتك، ويعني النهاردة مسألة الجنازة العسكرية لسيادة الفريق أبو شناف، يعني لمن لا يعرف سيادة الفريق أبو شناف، سيادة الفريق أبو شناف هو واحد من الجيل، خلينا نقول الجيل الذهبي اللي شارك في حروب مصر على الجبهة الإسرائيلية، يعني من 56 للاستنزاف، طبعا يونيو 67 للاستنزاف، وحرب اكتوبر حرب النصر العظيم، وشارك برضه في حرب اليمن، وهو واحد من الشخصيات النادره في تاريخ مصر، واحد ما يعني ما يعرفش غير العمل والاجتهاد والالتزام، نموذج للعسكريه المصريه المنضبطه، راجل يعني بكل معنى الكلمه، تدرج طبعا في المناصب لحد ما وصل لرئيس اركان قوات مسلحه في فتره عصيبه من تاريخ مصر، نتكلم اللي هي فتره من 87 لحد سنه 91، ودي يعني لو نتذكر دي الفتره اللي حصل فيها الغزو العراقي للكويت. الفريق ابو شناف هو يعني اللي كان المتولي مساله اعداد القوات المصريه وتهيئتها ونقلها وكل العمليات اللي حصلت فيما يتعلق بمساله المسانده المصريه لحرب تحرير الكويت طبعا والسعوديه، يعني المسانده للسعوديه وبعد كده حرب تحرير الكويت، الفتره دي كانت صعبه جدا. احنا بنتكلم على يعني واحد من الشخصيات النادره في تاريخ مصر، وطبعا بسم الله ما شاء الله مصر ولاده، يعني سيادة الفريق أبو شناف واحد من الشخصيات الكبيره جدا، بس برضه مصر فيها كتير واجيال بتسلم اجيال. الجيل الذهبي ده اللي خاض الحروب على سيناء كان عارف قوي يعني تضاريسها، وعارف قوي اللي كان بيحصل فيها، وعارف قوي يعني العدو الاسرائيلي كان بيعمل ايه وازاي هم كانوا بيقدروا يستعدوا له، وده برضو امتداد الجيل الحالي امتداد ليهم. وعشان كده زي ما احنا شايفين الحرب اللي بتحصل دلوقتي يعني اعاده تحرير سيناء من الارهاب الاسود اللي احنا شايفينه. تمام. يعني معلومات مهمه جدا عن الفقيد الراحل الفريق صفي الدين ابو شناف رئيس اركان حرب القوات المسلحه الاسبق. بشكر جدا الاستاذ هاني بدر الدين المحرر العسكري للاهرام العربي، ويعني احنا طبعا بننعى الفقيد وبنتمنى لاسرته يعني الصبر والسلوان، وانه يبقى في الجنه ان شاء الله، يعني وبننعى كل افراد القوات المسلحه وكل افراد الشعب المصري الحقيقه على فقدان هذه الشخصيه العظيمه. قبل ما نطلع فاصل اعلاني هسيب حضراتكم مع تجربه جديده بتنفذها الإدارة العامة للمرور. مجموعة من الضباط بيروحوا المدارس وبيرسموا شوارع وإشارات مرور وبيعلموها للتلامذة بعنوان المدينة المرورية. هنشوف تقرير للأستاذ تامر مجدي وبعد كده نرجع تاني نكمل آخر النهار. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في أي حتة. احنا بنشوف واحنا ماشيين مع بابا وماما في العربيه، مش بتشوف الضباط زينا كده واقفين في الشارع؟ واحد بتشوفوا ضابط زي كده لابس لبس الفوسفوري الجميل ده، ضابط مرور بتشوفوه، وبتشوفوا برضه زي عمو محمد لابس برضه اللبس دوت، وعمو باسم برضه بتلاقيه لابس نفس اللبس. احنا ضباط بنقف في الشارع بننظم الشوارع وبننظم العربيات وهي ماشيه في الشارع. طب تخيلوا كده احنا مش واقفين في الشارع، ايه اللي هيحصل؟ الناس كلها هتخبط في بعض، صح كده؟ فهيحصل حوادث وهيحصل عدم نظام واحنا ماشيين في الشارع ومش هنعرف نمشي في الشارع اللي احنا ماشيين فيه. جيداء سايقه العربيه بتاعتها وماشيه، يلا اكنك ماشيه بالعربيه بتاعتك. و اسمك ايه؟ حبيبه. حبيبه حبيبه برضه ماشيه بالعربيه بتاعتها وسايقه. طيب لو الاثنين سايبين مسافه ما بينهم وما بين العربيه اللي قدامهم، الاثنين سايبين مسافه كبيره كده قوي كبيره، وهما ماشيين جيداء وقفت مره واحده، حبيبه هتعمل ايه؟ هتلحق ايه؟ تقف، صح كده؟ طب لو الاثنين بقى مش سايبين مسافه،
حبيبه مش سايبه مسافه ما بينها وما بين الجيداء اللي قدامها وماشيين. حبيبه وقفت، جيداء وقفت، ما حصل بوم، حادثه صح كده؟ المدينة المجاورة المتنقلة ديت الحملة بنتها وزارة الداخلية، الإدارة العامة للمرور، الحملة ديت بننتقل فيها للمدارس، بنعلم الأطفال كل حاجة عن المرور. الأطفال الصغيرة ديت هي اللي هتطلع رخص كمان 10 سنين. تخيل معايا الأطفال ديت لما تكبر هيبقى عندنا مستخدم للطريق آمن، هيبقى عندنا ناس بتركب العربيات عارفين أصول القيادة السليمة، هيبدأ ينضبط الشارع المروري من خلال الجيل الجديد اللي احنا بنبنيه في المدارس كلها. الحملة دي حملة مجانية بتتبناها الإدارة العامة للمرور، بتلف كل مدارس جمهورية مصر العربية، مدارس الحكومة والمدارس الخاصة والمدارس الدينية. احنا هنا بنعلمهم انهم يحترموا المرور ويعرفوا قواعد وأداب المرور، يعرفوا مثلا ان الخطوط البيضة ديت المتقطعة ان دي خطوط عبور المشاة، دي دائما اللي موجوده عند الاشارات عشان الضابط لما بيوقف او العسكري لما بيوقف العربيات كده المشاة يقدروا يعدوا من هنا، ما ينفعش يعدوا من اي مكان تاني حفاظا على سلامتهم وعدم تعرضهم للحوادث. علمت ان انا لما هو يقول ستوب بقف، وبعدين لما بيقول لي جو بمشي عادي. وعرفت الاشارات ولا ولا لا؟ اه عرفت الفرق بين الاصفر والاسود والابيض؟ اه صح. ان توعيه الاطفال الصغيرين هي الاساس اللي بيخلي الكبار حتى هم احنا بنسمع كلامهم واحنا سايقين، وهم بعد كده اللي هيبقوا موجودين في الشوارع وبيسوقوا، فتوعيتهم بالاساس وغرس الاحترام قواعد المرور فيهم من وهم صغيرين ده اهم شيء في يعني جزء من تربيه الاولاد اساسا. تم محاكاه الواقع من خلال المدينه المروريه الجميله اللي عملوها، اتعلم من خلالها الاولاد ادب الطريق، اتعلموا من خلالها حق المواطنه، اتعلموا من خلالها حاجات كتيره جدا، الالتزام بالسرعات مقررة، الالتزام بالاداب العامه مثلا الشخص الاكبر سنا واحترام الاكبر سنا، كل الحاجات دي بتخلق عند الولاد معرفه بحقوقهم وواجباتهم، فبتخلق مجتمع منضبط. من ضمن الملفات الرياضية المهمة هو من سيفوز بدرع بطولة الدوري العام لكرة القدم في مصر. الحقيقة رسميا بعد يمكن دقيقة من دلوقتي هيتوج النادي الأهلي وقبل نهاية المسابقة بحوالي 6 أسابيع بطلا رسميا للدوري العام لكرة القدم في مصر. وده لانه احنا دلوقتي في الدقيقه 5 من الوقت بدل الضائع لمباراه المصري والانتاج الحربي، والنتيجه لغايه دلوقتي التعادل السلبي يعني 0-0، وهذه النتيجه بتتوج الاهلي رسميا كبطل للدوري العام زي ما قلنا قبل نهايه المسابقه ب6 أسابيع. الف مبروك للنادي الاهلي والى مزيد من الالقاب والإنجازات، وده تاني أفضل موسم يعني لفريق النادي الأهلي، يعني يمكن أفضل موسم للناس المتابعة كان 2004-2005. دلوقتي وإحنا بنتكلم على الهواء مباشرة انتهت مباراة المصري والإنتاج الحربي، وبالتالي نقول ألف مبروك للنادي الأهلي على إحرازه لقب بطولة الدوري العام لكرة القدم في مصر لسنة 2018، موسم 2017-2018. طيب معايا دلوقتي على الهاتف مباشرة الدكتور شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي. دكتور شريف مساء الخير، وقبل أي شيء أحب أهنيك طبعا وهني القلعة الحمراء على إحراز لقب الدوري، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا استاذ معتز، تحياتي لحضرتك واشكرك بتحياتي لمشاهديك الكرام. اهلا وشريف بس من غير دكتور يعني. لا ده انت على راسنا من فوق، ربنا يخليك ده بذوقك واخلاقك يعني. والحقيقه
تكملة لهذا العرض الطيب اللي حضرتك تفضلت بيه، انه هذا الدرع هو رقم 40 في تاريخ النادي، وبالتالي من بدءا من الموسم القادم ان شاء الله يعني زي النادي وملابسه ستحمل 4 نجمات على الملابس يعني، وده تقليد عالمي زي ما حضرتك عارف. تمام. وبيتوج الحقيقه مجهود فريق ونادي كبير طوال الموسم المنقضي يعني، نتمنى ان الصوره تكتمل بقى بان الرياضه تعود الى سابق عهدها والجماهير كده تملأ المدرجات في كل المسابقات القادمه ان شاء الله. ان شاء الله احنا متفائلين، وان شاء الله نشوف هذا في اقرب فرصه ممكنه. بكلم حضرتك النهارده علشان تقول لنا يعني سمعنا عن ان رئاسه مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب هيعلن 4 قرارات هامه او اعلنها فعلا بعد الاحداث المؤسفه اللي حصلت في استاد القاهره في مباراه الفريق امام الفريق الجابوني. صحيح يا استاذ معتز، الحقيقه انه كان في استياء تام ورفض من قبل النادي الاهلي لما اقدم عليه مجموعه من الشباب المغرر بيهم اللي قاموا بعمليه التخريب والهتافات المسيئه وتكسير مقاعد الاستاد زي ما حضرتك كلنا شفنا في مباراه منانا، اللي كانت الحقيقه صوره حضاريه جميله حتى اندلاع هذه الاحداث والنادي الاهلي متقدم 4 اهداف، والحقيقه كلنا كنا مندهشين لماذا يعني اعمال الشغب والعنف بهذه الطريقه في وقت بقالنا 5 سنوات اداره النادي بتسعى جاهده للعوده الى استاد القاهره واللعب في هذا الملعب العريق بحضور جماهيري في ظل تعاون تام وكامل من قبل اجهزه الدوله خاصه الاجهزه الامنيه. أي. كان في رغبه حقيقيه الحقيقه من الدوله المصريه انها تعود بالرياضه المصريه وبكره القدم خاصه الى سابق عهدها وتفتح صفحه جديده بقى بين الجماهير والانديه المختلفه، لكن ما اقدم عليه هؤلاء الشباب الحقيقه وضعنا في حرج بالغ، وبالتالي النادي الاهلي رفض هذا السلوك المشين وصدر بيان على لسان الكابتن محمود الخطيب بعد نص ساعه من انتهاء المباراه بيرفض فيه هذا الفعل. وتعاوننا في الحقيقه مع الجهات التحقيق من اجل التوصل لمثيري الشغب اللي احنا في ظننا ان هم مدفوعين من بعض الافراد اللي مش عايزين النادي الاهلي يلعب في استاد القاهره، مدفوعين من بعض الجهات اللي مش عايزه يعني الاستقرار حتى في الرياضه يسيطر على مصر كما يعني هي تسير في طريقها الان بقدر كبير من الاستقرار والبناء والتنمية. ها في اسباب كتير ربما التحقيقات تكشف عنها، وبناء عليه مجلس الاداره ايضا تابع عن كثب خلال الايام الماضيه تطورات هذه الازمه. ثم كان اجتماع النهارده وصدر بالفعل، كان الكابتن خطيب حريص ان هو يوجه كلمه لجمهور النادي الاهلي ولجماهير كره القدم عامه، واعلن عن القرارات اللي توصل ليها مجلس الاداره اللي حضرتك تفضلت بذكرهم 4 قرارات. اولهم تشكيل او تكليف الشؤون القانونيه بالنادي بمتابعه التحقيقات الجاريه لضمان عدم يعني ظلم اي من الابرياء، اذا كان في شخص ما تورطش في هذه الاحداث النادي سيوجه له او سيقدم له الدعم والمسانده القانونيه. اما المتورطين في الاحداث فالقانون ياخذ مجراه معاهم يعني وجهات التحقيق الى ذلك. طيب. رقم 2 هيكون في يعني لجنه سريعه تعيد تنظيم موضوع البطاقات والدعوات الخاصه بالتذاكر وتامينها حتى لا تصل الى ايدي مخربين. رقم 3 الحقيقه الشركه الامنيه اللي متعاقد معها النادي الاهلي سيتم تفعيل دورها بشكل اكبر لتكون مسؤوله مسؤوليه كامله عن التامين. رقم 4 وده الاخير هو منع المتورطين في هذه الاحداث وغيرها او في اي اعمال عنف او شغب من حضور المباريات لمده 3 سنوات، وده هنحققه الحقيقه بعد ما جهات التحقيق والنيابه العامه مشكوره تعلن عن احاله المتهمين الى المحاكم. هيكون عندنا اسماء، هذه الاسماء هي اللي هنمنعها من دخول الاستاد، وعندنا اليه نقدر نمنعهم من حضور المباراه يعني اسمه. تمام. بس المساله الخاصه بتحديد من يستحق العقوبه شكلته بناء على كلام حضرتك القرار الاولاني لجنه لمتابعه التحقيقات علشان ما يتخذش العاطل بالباطل، ده اللي انا فهمته. صحيح صحيح صحيح. واحنا كلنا ثقه الحقيقه في يعني جهه التحقيق طبعا وهي النيابه العامه اللي بنوجه لها وبنحمل لها كل تقدير واحترام، وفي تحريات المباحث لانه احيانا في ظل الظروف دي بيتم القبض مثلا على مجموعات ممكن يكون وسط المجموعه دي زي ما حضرتك عارف بعد احداث الشغب شاب بريء ما اشتركش في حاجه. ده اللي هنقدم له الدعم والمسانده. انما الشخص اللي تسبب في اشعال هذا الموقف او خرب او كسر او حتى يعني قام بعمليات التخريب دي، ده بالتاكيد التحريات الكاميرات رصداه جهات التحقيق هتوجه له اتهام يعني هذا شانه،
وبالعكس احنا مع تطبيق القانون لنقضي على هذه الظاهرة السلبية التي اساءت لنا كثيرا. تمام، انا بشكرك جدا على هذه المداخلة، وهسيب حضرتك عشان تحتفل بقى. انا متأكد ان انتوا دلوقتي يعني في مود احتفالي بدرع الدوري، والف مبروك مرة تانية للأستاذ شريف فؤاد المتحدث باسم النادي الأهلي، متحدثا لبرنامج آخر النهار. وطبعا احنا ما زلنا في ملفات الرياضة، لانه الموضوع المتعلق بنجمنا المصري المحترف في الدوري الانجليزي الكابتن محمد صلاح، اعتقد اخباره تهم كل متابعي وعشاق الكرة المصرية والعالمية. كان في جدل وغضب وهجوم حصل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقال للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صلاح منتصر، اللي هي كان في جريدة الأهرام، وكان عنده ملاحظة أو نقد لشعر ودقن محمد صلاح، وقال إن هو بالشكل ده بيدخل في سلة المتطرفين على حسب تعبيره بسبب دقنه الطويلة وشعره، وطالبه بعمل نيو لوك جديد. طبعا الموضوع ده أثار يعني موجة من الجدل الشديد والغضب الشديد والانتقاد للأستاذ الكبير صلاح منتصر. تعالوا نناقش هذا الموضوع. برحب بالصديق العزيز الناقد الرياضي الكبير أستاذ عصام شلتوت. أهلا بك عصام، وشكرا للمشاركة معايا النهاردة. شكرا، مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ معتز، عليك وعلى كل جمهورك طبعا العريض اللي بيحب شكرا. ما تقدمه دايما من مادة لها معاني ومدليل، يا رب عدوى تنتقل للإعلام كاملا يعني إن شاء الله. أستاذ عصام، يعني موضوع أن يوجه كاتب كبير، كاتب صحفي كبير، نقد يعني نجم يحظى بقلوب الملايين من أبناء الشعب المصري والعربي، ومش يعني كلامنا على محمد صلاح هي مش هينتهي طبعا. الحقيقة كان وجهة نظرك إيه في هذا الموضوع؟ يعني أستاذ صلاح عمنا وأستاذنا، يعني تأدبا مش قادر أقول له يعني أخطأ أو حتى لم تصب، يعني ما أردته. طب ليه يا أستاذ عصام؟ لأن هي مجرد يعني بعض الكلام يتناثر، أنه أصله أو صلاح أول ما راح أقول لك الحكاية من أولها كان عايز يلبس رقم 74 ولها مدلول لشهداء الأهلي وكذا، لكن الحكاية أبدا لا تؤخذ هكذا. أكيد يعني شاب زي ده يعني فخامة رئيس الجمهورية لما قابله أو لما اتكلم عنه حتى بعيدا عن اللقاءات الشخصية، قال انه ده شاب يعد نموذج لهذا المجتمع الشاب المصري يعني، وما يعني مدى تفاؤلنا به. ومن ثم اعتقد ان المشهد الرئاسي في مصر او في اي دولة اكيد بيبقى هناك معلومات حقيقية عن من ستتحدث عنه يعني المؤسسة الرئاسية. ده من ناحية. ومن ناحية تانية لا اظن ان محمد صلاح المنفتح على هذه الثقافات الجديدة والذي استطاع أن يعيش دون أن يغير جلده، واخد بال حضرتك، يصلح لوصف إرهابي أو وصف أنه ما متطرف أو وصف أنه يعني في السكة دي حتى مش عارف إزاي وبدون يعني أي أدلة. كنت يعني أتصور، لأنه ما ينفعش فيها كنت أتمنى يعني، كنت أتصور مهنيا أنه وبرضه تأدبا مش قادر أقولها لأن ده أستاذ صلاح منتصر. طيب، لكن كنت أتصور أنه كان أنا في أدلة يعني. تمام، أحب أن أنا الأول يعني برضو إيه يعني أنا بكل صراحة ما قريتش المقال، ولكن ولكن أنا أستاذ عصام شلتوت وبكل صراحة يعني طبعا أوروبا دي بلد التقليعات وبلد اللوك الغريب، يعني لو بتتابع اكيد حضرتك بتتابع يعني لاعبي العالم، مثلا عندك واحد زي فيلايني ده برضو، او النني حتى عامل لوك افريقي، ميسي في وقت من الاوقات عمل شعر اصفر لو انت فاكر، وعمل التاتو الوشم برضو اللي ما كانش عامل وشم وفجأة لقيناه بالوشم في كل جسمه. بس مش دي القضية انه لو الاستاذ صلاح منتصر بيوجه نقد لشخصية يعني تعتبر يجمع عليها الشعب المصري ومحببة لدينا جميعا، وقال رأي معين، مش احنا المفروض يبقى فيه مناخ من الرأي والرأي الآخر والرأي المعارض؟ ايه المشكلة انه قال رأيه؟
لا خالص، انا لا اقصد ان نناقشك رأي، انا بس الحتة اللي صعبة عليا اللي هي زي ما قلت لحضرتك فكرة انه يقول انه كده يعني في تطرف ما او واضح يعني في الكتابة استاذ معتز. يعني هو يقصد الصورة الذهنية ولا يقصد بالضبط ايه؟ يقصد انه مش الصورة الذهنية، يقصد انه هو يعني شبه يعني انه مثلا لو هيتحقق معاه فهيطلع متطرف مثلا، او لو ركزنا شوية فهيطلع متطرف مثلا برضه، لكن ربما هو اراد يعني ان الصورة الذهنية قد تدفع البعض انه يقول كده، قد يكون ده، وممكن نستناه منه في مقال اخر اذا كان مجرد زي ما انت قلت نقد، يعني انه بيطالبه بانه يعيش سنه، انه يعيش ثقافات مختلفة، لانه برضو ما بعض الثقافات دي فيها تسريحات وحاجات، وانت عارف فيها ما هو نازي وفيها ما هو يعني يبين السادية في الشكل الانساني وكذا، وبالتالي يعني في ضبابية ما تحتاج اكثر ما تحتاج لعمنا واستاذنا صلاح منتصر اكثر حتى من اي محللين او من يلقي الضوء، في ضبابية ما استاذ معتز في العمود يعني او في المقال يعني. طيب على كل حال احنا مش هنقدر يعني نلغي المقال لانه هو ما نشر قد نشر، والراجل عبر عن رأيه ويعني لاقى يعني معارضة الكثيرين واستحسان يمكن برضو يعني شريحة من المتابعين. أنا بشكرك جدا على المشاركة معايا النهاردة في البرنامج ده، كان الناقد الرياضي المعروف الأستاذ عصام شلتوت. موضوع اللوك ده على فكرة في أوروبا هو كل واحد بيفتخر بأنه هو له لوك معين، وربما يبقى بيعكس حالته النفسية، والمفروض الموضوع ان هو لا يؤول لاكتر من مجرد لوك. ولو لاحظتوا في الفتره الاخيره اللي متابع منكم محبي وعشاق محمد صلاح، في اطفال صغيرين بيقلدوا الشنب والدقن بتاع، موجود على النت على فكره مساله تشجيع صلاح من كل الاعمار وكل الشرائح. وفي الاخر وفي الاول يعني الواحد ما يقدرش يلوم النجم الكبير محمد صلاح على اللوك اللي هو مختارها لنفسه، ولا اقدر الوم كاتب كبير بحجم الاستاذ صلاح منتصر انه كتب رايه في هذا الموضوع، لانه يظل الراي تعبير عن راي هو المسؤول عنه وهو صاحب هذا الراي، لو احنا مؤمنين بفكره حريه الراي ببساطه. بعد الفاصل، جريمه بشعه أثارت الرأي العام في مصر، ضحيتها طالب بكلية الهندسة كان كل حلمه أن يكون معاه جهاز لابتوب بسعر كويس، لقى الحلم اللي بيدور عليه على موقع التسويق الإلكتروني أوليكس، واتصل بصاحب الجهاز وراح عشان يشتريه، فوجئ بأشخاص مسلحين قتلوا واستولوا على كل الفلوس اللي معاه ومشيوا. النهاردة هنعرف تفاصيل أكتر عن هذه الجريمة من أسرة الضحية، ضيوفي في برنامج آخر النهار بعد الاستراحة الإعلانية. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في أي حد. بس عايز أقول حاجة صغيرة قبل ما أبتدي الحوار مع ضيوفي في الفقرة الرئيسية في برنامج آخر النهار النهاردة، إنه يعني لما بيبقى في مواقف صعبة جدا وبتبقى في أسرة أم وأب فقدوا ابنهم اللي هو زي ما بيقولوا نقول إيه الحيلة، زينة الشباب 20 سنة اللي خلاص فاضل له حاجة بسيطة ويتخرج ويبقى مهندس قد الدنيا، واللي تعبوا فيه واللي منتظرين منه ان هو يكمل لهم فرحتهم في حاجات كتير جدا جدا يعني، وتحدث المأساة اللي طبعا يعني مفيش حد كبير على الموت، والموت علينا حق، والروح دي زي ما الخالق سبحانه وتعالى بيخلقها هو اللي بياخدها برضو وهو اللي بيبقى محدد الميعاد، إنما الظرف صعب شوية. النهاردة أنا بناقش لحضراتكم جريمة قتل بشعة حصلت بسبب الطمع والجشع وأمور أخرى كثيرة هتبينها التحقيقات وهتبينها القضية وتفاصيل القضية اللي هي حاليا
منظورة أمام رجال النيابة وأمام أجهزة الشرطة والمباحث وجمع المعلومات، وهو مقتل الشاب أحمد محمد عبد العزيز من أبناء القناطر وعلى إيد مسلحين الحقيقة أوهموه على الإنترنت إن هم هيبيعوا له لابتوب، وده كان حلم حياته. جمع مبلغ الحقيقة يعني ما عرفش جمعه إزاي، 25,000 جنيه، وراح علشان يشتري اللابتوب، وما كان منهم إلا إنهم اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء وأردوه قتيلا بكل أسف. رحمة الله عليه، بندعو له بالرحمة والمغفرة، وبندعو لأهله بالصبر والسلوان والسكينة، وانه يجعله ان شاء الله ويجعل مثواه الجنه باذن الله. احب ارحب طبعا بالاستاذ احمد عبد العزيز والد المجني عليه، والد محمد. اهلا بك استاذ احمد، بقاء لله طبعا. مدام كاميليا محمد والده محمد اللي هتقول لي بدايه، برحب بيكي مدام كاميليا وبقول لك الباقيه في حياتك وربنا يصبرك ان شاء الله، ويعني محمد في الجنه باذن الله ان شاء الله. ممكن تحكي لي الموضوع حصل ازاي من اوله؟ ازاي محمد جمع المبلغ ده؟ وايه اللي خلاه ان هو يثق في الناس بتوع الكمبيوتر ده؟ هو طيب ومالوش لا في اللوى ولا حاجه، وبيمشي كده بصفونيه. فهو كان نفسه ان هو يشتري كمبيوتر جديد حديث علشان خاطر من ساعه ما دخل الكليه بتاع الهندسه، علشان خاطر مجال الدراسه بتاعته، المشاريع اللي بيعملها في الكلية، زائد ما هو بيعمل فيديوهات وحاجات على اليوتيوب، فكان محتاج الحاجات الأحدث. كان بيدرس إيه؟ هندسة إيه؟ هندسة اتصالات. اتصالات. أيوة. تمام. وهو رحمة الله عليه يعني كان عنده 20 سنة. أيوة. وكان في سنة قرب بيتخرج ولا؟ في سنة تالتة. كان في سنة تالتة. التانية بعد الإعدادي. بعد الإعدادي. يعني أيوة. كان فاضل له يعني حاجة سنتين. بسيط، سنتين ويتخرج يعني. أيوة. انتوا عندكم اظن اخت مش كده؟ يعني هو كان الولد الوحيد. ايوه. تمام. وكان طموح ونفسه ان هو يعمل حاجات على فيديوهات وكده، وكان نفسه قوي انه يحقق الحلم بتاعه عن طريق الكمبيوتر ده. ايوه. كويس. فطلب مني الكمبيوتر، فطبعا الظروف ما كانتش سامحه، فقال لي ايه ماشي ماما انا هصبر. هصبر. فصبر الصراحة سنة أولى إعدادي وسنة أولى هندسة، ولما جه السنة دي قال لي يا ماما أنا محتاجه جدا، خلاص ما ينفعش المشاريع اللي أنا داخل فيها في الكلية، عايزة الحاجات الأحدث، ما ينفعش معايا الكمبيوتر اللي معايا. فقلت له ربنا ييسرها يا ابني. فبقى يحوش الصراحة من مصروفه وكده. لغاية ما قال لي يا ماما إيه أنا بتابع على النت اني ايه اسعار الكمبيوتر ايه، واجمع كيسه وكده واعملها. قلت له ماشي. ففي حاجه في الكمبيوتر سعرها رفع. قال لي انا هصبر لغايه اخر ثلاثه او اول اربعه يكون سعرها نزل واشتريه. ويشتريها. واروح اشتريه. قلت له ماشي حبيبي، على العموم انا ايه الفلوس اللي انت محوشها موجوده، ووقتها ابيع جزء من الذهب واكمل لك وايه وتروح تجيبه. لان هو ما كانش معاه المبلغ كله. لا. يعني. وبعد كده هو اتبصيت لقيته بيقول لي يا ماما في لابتوب لقيته على النت وب 25,000، وانا كلمت الاستاذ صاحبه وقال لي قدامك يومين وتكون جاهز بالفلوس. وترد عليا. فايه رايك يا ماما المبلغ معاكي موجود؟ قلت له اصبر عليا ايه بكره ارد عليك. قال لي حاضر. فجمعت له المبلغ، بعت برضو جزء من الذهب تاني، ورحت ايه مجمع له المبلغ. اتصل بيا وهو جاي من الطريق من الكليه عشان يتصل بالاخ بتاع الليب. فقال لي ماما المبلغ موجود؟ قلت له يا حبيبي موجود. كويس. قال لي ماشي. فطبيعي اتصل بالاستاذ اللي هو بتاع الليب، قال له انا في الشغل حاليا على الساعه 3 هكلمني. ففضل يتصل بيه من الساعة 3 لغاية ما جت الساعة 7:30، ما ردش عليه غير 7:30 8. فراح واخد بعضه ولابس وايه وبيقول لي يا ماما انا نازل عشان اجيب اللاب بسرعة واجي. قلت له هتجيبه منين؟ هيقابلك فين؟ على اساس انه هيقابله في المظلات في التحرير.
في أي حتة قريبة وفيها ناس والكلام ده. الأناطر مش أيوة كده؟ أيوة. فقال لي لا ده هيقابلني في الشيراتون. قلت له ده الشيراتون في مصر الجديدة وبعيدة ليه كده؟ قال لي هو تقريبا عايز يقابلني في قرب عند بيته علشان خايف ليه اللابتوب بيتسرق منه. قلت له يعني هو خايف على اللابتوب بيتسرق منه ومش انت مش خايف على اللابتوب انه يتسرق منك وانت جاي؟ والطريق طويل. قال لي سيبيها على الله يا ماما. يعني حصل حوار ما بينك وما بينه وكأن قلبك كان حاسس ان مش مطمنة قوي للمشوار ده. خايفة لان حاسة ان عارفة ان المشوار مصر الجديدة بعيد. ومعاه مبلغ. ايوة. مش كان المبلغ ده معاه كاش. ايوة. فقلت له ايه ماشي انا شفت الفرحة في عينيه ما رضيتش اتكلم معاه حتى والده كان نايم جوه ما رضيتش اصحيه. ولا اقول له روح معاه ولا اي حاجه وهو ما استناش جري يا عيني عشان يلحق يروح ويجي. قد ايه كان حلمه ان هو يبقى عنده اللابتوب ده؟ كان نفسه بقاله كتير. كان نفسه قوي. ايوه. كان حاسس ان هو يعني هيعمل بيه حاجات كتير قوي قوي. حاجات كتيره وحاجات عظيمه. فما رضيتش اكسر فرحته. فقلت له ماشي حبيبي خلي بالك من نفسك وما تعرفش حد ان معاك حاجه. علشان ما فيش امان. أتاري الغدر مستني وأنا مش عارفة طبعا ولا هو حاسس يعني وعمره في حياته ما شال أي حاجة ولا حتى مشي مع أي أصدقاء سوء ولا شرب سيجارة ولا قعد جنب حد بيشرب سيجارة أصلا. يعني هو تقدري تقولي مدام كاميليا أنه هو كان شاب صالح كده؟ كان على طول مواظب على الصلاة وعلى الصوم وأدب وأخلاق. جيرانه كلهم لغاية دلوقتي مش مصدقين إن محمد توفاه الله. كان محبوب جدا في وسط جيرانه والأصدقاء والبلد كلها. كان بينزل ويطلع ما تسمعلوش صوت على السلم وهو وشه في الأرض بيقول سلام عليكم ما حدش بيسمعه. يعني صوته مش طالع. يعني عمره ما اتخانق مع حد ولا عمل مشاكل مع حد ولا اتدخل في خناقه ولا اي حاجه خالص. وعلاقته بامه وابوه في منتهى الادب ابن والاخلاق بار يعني جدا اخته جدا ده هي هتموت عليه ان أكيد. اخوها وصاحبها وصديقها طبعاً. وكل حاجه بالنسبه لها ضاع منها في ثانيه. اسمع والده استاذ احمد انا طبعا ملاحظ ان حضرتك متأثر وأنا يمكن كلمات العزاء أستاذ أحمد يمكن في اللحظات دي يمكن حضرتك يعني مش عايز تسمع حاجة لأنك أنت أكيد عايش في عالمك الخاص. وأنا طبعا مقدر أن حضرتك النهاردة قاعد معايا في البرنامج وطالع معايا على الهواء مباشرة وحصلك هذه المأساة. بس إحنا يعني إيمانا منا بأن دي رسالة لكل من ممكن يجد عبرة في قصة محمد الله يرحمه ويحسن إيه يا رب فيبقى بنفيد المشاهد أو بنفيد المجتمع. فحضرتك برضو حطني في الصورة وقولي المأساة دي أو الخبر ده وصلك إزاي وعملتوا إيه أنتوا كأسرة من ساعة ما سمعت الخبر. والله هو أنا لحد دلوقتي يمكن أنا يمكن متمسك شوية بس هو اللي بيزعلني قوي أو بيخلي الموضوع يطلع عندي يعني اما بشوف صورته. يعني انا يمكن ببعد عن صورته. بتبعد عن صورته مش عايز تشوف مش عايز تفتكره. مش حكايه مش عايز افتكره هو معايا بس لما بيبقى وشي في الصوره بفتكر كل حاجه كان بيعملها. بفتكر ازاي كان معايا ازاي انا كنت بروح العب مع كوره ولحد فتره قريبه يعني انا كان عندي حجز كوره في يوم معين بلعب مع زمايلي وهو الحجز اللي بعديه مع زمايله. فيا بابا تعالى العب معانا. حاضر يا حبيبي انتوا ناقصين طب نلعب مع بعض. حاضر نلعب مع بعض. انتوا للدرجه دي كنتوا قريبين من بعض؟ ايوه يعني كان صديقك محمد. هو انا ما جبتش غيره يعني بنتي يعني هقول ايه بس يعني وحيدي. مصاحبه وصاحب زمايله. وكفاية ان زمايله سواء ابتدائي اعدادي ثانوي زمايله في الكلية لحد دلوقتي ما سابوناش. هم اللي عملوا العزاء وهم اللي تقبلوا العزاء وهم اللي جابوا الفراشة هم وخاله ويعني يعني في منزلة الأسرة بقى خلاص.
يعني تعدت مسألة الزمالة طبعا طبعا. احكيلي الموضوع يعني انت والدته بتقول انها ما كانتش مطمنة للمشوار بس ما رضيتش تصحيك. هي ما رضيتش تصحيني يعني هو يعني ايه خوف ان انا ممكن ازعل لان انا يعني ايه هو محمد قال لي مرة واثنين وثلاثة يا بابا قلت له يا محمد الظروف معايا ما تسمحش فيعني انت لو عايز الف ولا اثنين ولا ولا ثلاثة مثلا ممكن الواحد يدبرهم انما انت بتقول لي بتتكلم في عشرين فوق عشرين فدي هتبقى بالنسبة لنا صعب شوية سيبها يا محمد للمستقبل وقول ربنا ان شاء الله يفكها من عنده. حضرتك موظف؟ موظف في هيئة البريد فاكيد برضو يعني امكانياتك المادية لو طلب منك مبلغ فوق العشرين الف اكيد وخصوصا ان اخته السنة اللي فاتت كانت ثانوية عامة ودروس طبعا هي انا مش هتكلم مع وزارة التربية والتعليم بس يعني هو كان دروس من الالف للياء فدي لوحدها كانت ميزانية تانية فمعنى ان دروس من الالف للياء انك مفيش فائض انك انت تركنه على جنب طبعاً. عشان وقت الحاجة طبعا فيعني قلت له يا ابني استنى شوية وربنا يسهل طبعا لما يكون عند أي حد ابن متفوق يعني بمعنى الكلمة مش مثلا مش مزعلك يعني مثلا الإعدادي في الجامعة سنة أولى واخد جيد جدا إعدادي سنة أولى اللي هي تعتبر تانية جيد جدا الترم الأولاني كان جيد فاضل له حاجات بسيطه ويبقى جيد جدا يعني بيقولوا عليه جيد مرتفع او حاجه زي كده وزملاته في الكليه وفي الجامعه عملوا صلوا عليه صلاه الغائب والناس كلهم بتوع الكليه العميد والجماعه الدكاتره وزمايله كانوا عندنا في وفد يعني ربنا يبارك لهم ويجعله في ميزان حسناتهم يا رب. تلقيت الموضوع ازاي اللحظات اللي عشتها من اول ما سمعت الخبر هل الناس كانت صريحة معاك قالت لك ابنك متوفى ولا قالوا لك ايه هو الجماعة اللي راحوا مع مراتي المنطقة دي يدوروا هناك تقريبا هم عرفوا بعد ما وصلوا هناك لاسم النزهة مثلا نقول بنص ساعة مثلا الكلام ده كان الساعة كام يا أم محمد عرفتي الساعة كام هم عرفوا الساعة كام هو أنا أصلا نزلت أدور عليه الساعة حوالي 7:30 8 الصبح تاني يوم لأني ما بتش في قلب البيت فطبعا قلقت نزلت عشان أدور عليه فروحت المكان اللي هو قال لي أنا رايح فيه اللي هو عند مساكن شيراتون انا ما اعرفش ان هي مساكن انا اعرف ان هو اوتيل فروحت لقيتها منطقه كبيره واسمها مساكن شيراتون ومنطقه اسمها شيراتون كلها فكان معايا ابن اختي وبنتي فبنسال على اسم الشيراتون قالوا لنا مفيش حاجه اسمها اسم الشيراتون اسم ايه قالوا اسم النزهه فطب هو فين فضلنا نسال لغايه ما وصلنا فطبعا انا اعصابي منهاره من كتر ان انا مش لاقياه طول الليل منتظره انه يرجع ما رجعش ما نمتش بتحاولي تكلميه على الموبايل بتاعه قاعد في الشارع وطلعت تاني قعدت فوق ونزلت قعدت احنا في رابع دور نزلت الـ يعني المكان اللي ما بين الدور الثالث والثاني في بسطه كده بتطل على الشارع وقفت وطلعت ونزلت تحت قعدت في الشارع وطلعت لغاية ما جت الصبحية رحنا ودخلنا اسم النزهة طبعا أنا مش قادرة قعدت برا ابن أختي وأختي دخلوا فتقريبا هم كانوا لقوا الجثة بس ما يعرفوش هي بتاعت مين لأن مفيش أي أثر ليها خدوا كل حاجة معي فهو بقى كده خدوا متعلقاته الشخصية حتى كل حاجة الرقم القومي بتاعه كل حاجة فصعب يستدل فبقى كده على الشخصية كده لو يعني لا قدر الله مراتي اتأخرت شوية أمه كان كده يعني فساعتها حضرت مجهول الهوية واحنا ما عرفناش هو فين وخلاص وانتهى وكان ممكن تبقى فيه بقى اجراءات يعني اكثر تعقيدا يعني فساعتها حضرت الضابط هناك قال له انت تقرب له ايه قال له انا ابن اخته ابن خالته قال له طب معاك صوره انا الموبايل بتاعي معايا فيه صوره ليه لما بتصل بيبان صورته
فقال له وراهاني، فشافها وخد بطاقتي وقال له ايه طيب ماشي هنوديك مكان هتلاقيه هناك فيه. فركب معانا مخبر وراح ودانا وقال لنا احنا رايحين النقطة. فروحت هناك قابلت ضابط هم لابسين ملكي، قال لي هو كان لابس ايه، ماسك ايه، معاه ايه، لازم يتأكد طبعا كل حاجة تخصه، شكله ايه، كلام، قلت له كل حاجة كل شيء. أيوة. كل شيء. فقال لي ايه طيب ماشي انتظريني هنا. فبقيت طبعا قاعدة قلقانة فين ابني، قالوا لي هيجي دلوقتي. وانت عايشة حالة قلق كبير قوي جدا. لانه هم كمان مش مفهمينك، يقولك انت جاي دلوقتي، مش راضيين يقولوا لي اي حاجه. ولقيتي نفسك بتتعاملي مع الشرطه بقى، يعني موضوع خدوا ابن اختي وراحوا عشان ودهوله هناك عشان يتعرف عليه. طيب طبعا الولد انهار لما شاف المنظر. الولد في انهي مرحله؟ هو صغير ابن ابن اختي في اخر سنه في كليه التجاره. طيب معلش خلينا ننتظر بس عند التفصيله دي، لان انا هقدر الخص اللي حضرتك قلتيه. الام القلقانة على ابنها طول الليل ما نامتش لغايه الساعه 7:30 صباحا، 8:30 صباحا بتحاول تكلمه على موبايله، مفيش رد طبعا، ما رجعش البيت طول الليل. خدت ابن اختها ونزلت تدور على الابن الغائب. لمزيد من التفاصيل هنروح لفاصل ونرجع نكمل تاني، خليكم معانا. أنا من السكان اللي في وش الجنينة بالظبط. الحادثة تمت، احنا عرفنا بيها تاني يوم الصبح، ما حدش سمع حاجة خالص نهائي. بعد المغرب الدنيا دي الجنينة دي كلها بتبقى ضلمة، يعني فعلا لو حصل فيها أي حاجة ما حدش هيحس، يعني ولا هنحس ولا هنسمع خالص يعني. الحادثة حصلت بالليل الساعة 2 أو الساعة 3 بالليل، والحكومة جت الصبح، والإسعاف جت خليته الظهرية. هي الجنينه دي يعني شبه مقطوعه بالليل، خدوا منه 25000 جنيه عشان كان جاي يشتري لابتوب. احنا في اول الجنينه وجريمه في اخر الجنينه من الناحيه الثانيه، وهو جات المباحث ثاني يوم وراجعوا الكاميرات بتاع الكشك هنا عندنا، وبعد كده هم جم اخر النهار وقالوا انه قبضنا على الاولاد من عين شمس، وجم مثلوا ثاني يوم الجريمه هنا هم عملوا ازاي ومسكوه. دي مش اول حادثه تحصل ودي ثاني حادثه، وعامه المنطقه هنا مش امان بالمره. بالليل انت ممكن تيجي اصلا ما تعرفيش تمشي من يعني في رعب. شفت الجثه يعني مطعون طعنه اكنه في صحراء، يعني هو يعني مش مثلا في حته عامه زي دي، انت فاهمه؟ لا منظر مرعب، فحاجه تحزن مش اكتر يعني، بس فحرام، انا بقول يعني بجد حرام. عملنا اعلان على لابتوب ب 25000، وواحد اتواصل معانا اسمه محمد، واتفقنا على المكان وتابعنا، واول لما شفناه من بعيد رحت انا هجمت عليه، وحسين طلع السكينه اللي كانت في ايده، بعد كده السكينه وقعت، وبعد كده بقى حسين خد السكينه وقعد. زي ما احمد قال وجي على عند موضوع السكينه، انا طلعتها عشان بس اهوشه، يعني مش عايز اعوره ولا حاجه، عشان بس نمشي نسيبه ونمشي. فراح هو جه خد مني السكينه وقعني على الارض وجاي بيضربني، رحت انا حطيت ايدي وعورني في ايدي. بعد كده احمد اخده ووقع على الارض وقعدوا يضربوا في بعضيهم وانا كنت واقع على الارض. بعد كده ما حسيتش بنفسي، خدت السكينه مش عارف انا ضربت ازاي ولا عملت ايه. خلال
احد بنود البحث، تم التوصل لتحديد هوية المتهمين، واللي اتضح ان هم تم التوصل على احد المواقع الالكترونية لشراء جهاز لابتوب، وكان مواصفاته كانوا كاتبين مواصفاته اوهموا المجني عليه ان هم معاهم الجهاز، والمجني عليه حددوا مع سعر اللابتوب ب 25,000 جنيه، وحددوا المكان وبداوا يتواصلوا معاه في التليفون ان هم لغايه ما قابلوه. وبعد ما قابلوه بدأ أحد المتهمين قام بتكتيفه، ولما المجني عليه حاول يقاوم معاهم بدأ المتهم الثاني تسديد عدة طعنات ليه لغاية ما أزهقوا روحه وتأكدوا أنه فارق الحياة، وخدوا سرقوا منه الفلوس بتاعته والتليفون والشنطة بتاعته وسماعة التليفون بتاعته. ربنا يا رب. دي كانت اعتراف المتهمين. الحقيقة أجهزة الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليهم في ظرف يمكن أقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة. وبستضيف النهاردة في استوديو آخر النهار الأب والأم لهذا الشاب اللي دفع حياته ثمنا للجشع وللإجرام وللقسوة الشديدة في مسألة الحصول على المال، لأنه كان مجمع مبلغ 25,000 جنيه علشان يروح يشتري الكمبيوتر أو اللابتوب، وحصل اللي حصل ولاقى حتفه وقدره في هذه الظروف المؤسفة للغاية. هكمل مع أستاذ أحمد عبد العزيز والد محمد. وأستاذ أحمد، أنا كنت بتكلم مع حضرتك شوية أثناء الاستراحة الإعلانية وقلت لي انك دلوقتي كل اللي بتفكر فيه هو القصاص العادل. ممكن يعني اولا انت شفت الاعترافات دي قبل كده ولا انت اول ما هو زمايل ابني كانوا مشغلين الفيديو، بس انا ما حبيتش برضو لانك مش عايز تعيد للذاكره الاحداث المؤسفه دي. ما ينفعش ان انا اتفرج على يعني واحد، يعني هقول ايه، يعني نجيب ابني كده ونحط الصورة دي جنب الصورتين دول، شوف ابني يعني قد ايه بالنسبة لواحد منهم. يعني لو واحد منهم مثلا ضربوه هيجيبه على الارض، مش هنقول اتنين، يعني مفيش مقاومة. ممكن ما اظنش ان في مقاومة من اي، يعني هقول ايه، يعني محمد كان حاجة غريبة، جسمه رفيع يعني ما كانش هو وسطه قد رجلي. يعني واللي فهمته من والدته ان هو يعني مش بتاع مشاكل، هو خالص. انسان مسالم جدا، سالم جدا جدا. فايه اللي حضرتك بتفكر فيه دلوقتي بعد سماعك ومتابعتك للاعترافات المتهمين؟ والله هو الاعترافات دايما كل واحد بيعترف بمزاجه، بس اكيد الطب الشرعي هو اللي هيحدد. اكيد يعني كل واحد عايز يخرج نفسه، بس في طبعا كلام الاولاني بيقول احنا مسكناه وسددنا له الطعنات. يعني واحد بيقول حاجه واحد بيقول حاجه. ما ينفعش يعني انت كنت في مكان وهو مسك السكينه مثلا منك وانت بتضربه، واليمة الثانيه كان في مكان وكان بيضرب واحد تاني لما هو مسكناه وطعناه على طول، ولا في ايه؟ ما ينفعش. انا اثق في اجهزتنا الحقيقه، سواء اجهزه المباحث طبعا والنيابه العامه كفاية طبعا يعني ان حضراتهم مسكوا الموضوع قبل مرور 24 في زمن ساعه، يعني قياسي حاجه تشكر. فتعالى ننتظر، وهو التركيز الان على مبدا القصاص وفقا طبعاً للقانون طبعاً. احنا مش هنروح في اي حته واحنا قدام جريمتين، جريمه قتل وسرقه بالاكراه وحيازه سلاح والناس رايحه ومعاها سكاكين ومعرفش ايه، مبينين النيه ليه. تعالى نعرض حاجه صغيره، وانا عايزك تعذرني ان انا هعرضها، انما يعني في 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 ذكرى هذا الشاب اللي رحل عن دنيانا، واتمنى من كل قلبي ان هو يكون في مكان افضل ان شاء الله ويجعل مثواه الجنه باذن الله. في مقطع كده الحقيقه حصل عليه فريق الاعداد من يعني مناسبة كانت المقربين من محمد كانوا احتفلوا بيها قبل وقت قليل يعني.
السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده عيد ميلادي، انا عاده بكتئب في عيد ميلادي، بس هحاول النهارده يبقى نعمل حاجه جديده بقى. احنا الحمد لله ما نزلناش البحر اصلا النهارده، دلوقتي رايحين نخش السينما، فيلا خش الحفله دي. انت يا ابو حميد بص هنا يقف الكاميرا يا مهم. بمناسبه ان انا داخل فيلم الاصليين، يعني احكي لكم موقف بسيط جدا. كنت داخل الفيلم دوت في ثالث يوم العيد، في عيل اهله جايبينه معاهم السينما، الواد يعني عمال يعيط طول الفيلم واهله مصممين ان هم يخلوه موجود. طلعوا مره اثنين من الصاله، بعد كده فضلوا قاعدين وهو عمال يعيط، مش عايزين يسكتوه او مش عارفين يسكتوه. في الاخر ضيع عليا تقريبا 3 ارباع فيلم محتاج ان انا افضل مركز فيه. فاحنا النهارده داخلين فيلم الاصليين، وبعدين تصبح على خير معانا احمد، فاحنا هنعمل اختبار. شوف بقى احمد ان شاء الله النهارده مش هيخلينا نتفرج على الفيلم للمره الثانيه ولا هنتفرج عليه. ايه رايك يا استاذ احمد، هنتفرج على الفيلم؟ استاذ احمد رد علينا. استاذ احمد بوم بوم الكسعه البتاعه دي. يا بخت الناس اللي ساكنين في الحتت دي كل يوم يتفرج على السينما ببلاش عشان ما حدش يقول لي ايه اكل ولا بتاع. لا انا باخد حاجته وانا داخل. محمد الشاب اللي كان نقول ايه ظهرت الشباب خفيف الظل بيعمل مقطع الفيديو ماسك احمد البيبي الصغير اللي عرفت ان هو ابن عمته، وكانوا في مرسى مطروح الظاهر بيصيفوا مع بعض، وروحه كانت حلوه جدا. ربنا يرحمه يا رب ويحسن اليه ويجعل مثواه الجنه باذن الله. انا بشكرك استاذ احمد على مشاركتك او قبولك دعوتنا، ومدام كاميليا ربنا يصبرك وان شاء الله تحصلي على حق محمد باسرع ما يمكن. انا طالبه فعلا، عايزه القصاص العاجل 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 العادل يعني. والعاجل باذن الله ان شاء الله. شكرا يا جماعه، وكل التمنيات ليكم بالتوفيق باذن الله، وشكرا لكم على متابعه اخر النهار، والى اللقاء.